نأتي أعزائي المشاهدين إلى آخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وهي جلسة صراحة، وفيها نلتقي في حوار مفتوح مع الصحفي الأستاذ فؤاد عبد العزيز، معنا عبر خدمة سكايب من باريس. أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد، هل تسمعني أستاذ فؤاد؟ أنا لا أسمعك حقيقة. طبعا هل تسمعني الآن؟ هل تسمعني؟ نعم نعم أسمعك بصورة جيدة. أستاذ فؤاد، يعني سؤالي الأول حقيقة يتطرق إلى تجربتك الأليمة، وهي تبدأ طبعا مع الثورة السورية، حيث أيدت الثورة أنت منذ بدايتها، ومن ثم قمت بانشقاقك عن إعلام النظام، حيث كنت تعمل في وكالة سانة للأنباء، وكنت من أول العاملين أيضا في قناة الدنيا. بداية، هل لك أن تخبرني عن تناول إعلام النظام للربيع العربي قبل بدء الثورة السورية؟ تفضل. لا أسمعك أستاذ فؤاد، هل تسمعني أنت؟ أسمعني. نعم أسمعك بصورة جيدة، تفضل. هل سمعت السؤال أستاذ فؤاد؟ نعم سمعت السؤال. تفضل دكتور أسامة. طبعا إذا كنت تسمعني وأسمعني السادة المشاهدين، منذ البداية عندما بدأ الربيع العربي في تونس وفيما بعد في مصر وفي ليبيا، كان الإعلام السوري في البداية يعني بين مؤيد وصامت، لكن في عندما قامت الثورة المصرية اتضح كيف أن الإعلام السوري كان مؤيدا لهذه الثورة. عندما بدأ ينقل عن قناة عربية معروفة، عندما كتب بالمانشيت العريض سقوط معاهدة كامب ديفيد في مصر، لذلك منذ البداية كان النظام السوري مؤيد ملتبسا في البداية، لكن فيما بعد أيد الثورة المصرية. لكن عندما بدأت الثورة الليبية كان النظام السوري والإعلام السوري معارضا لهذه الثورة، وكان ينقل أخبار النظام الليبي. نعم أستاذ فؤاد. طيب بالنسبة لك أنت، يعني مع بداية الثورة في سوريا، وطبعا أنت ابن مدينة درعا أو ابن محافظة درعا، والثورة انطلقت من هناك، يعني في بدايات الثورة، هل هذا اللبس مثلا أو الشك حول الثورة أو التردد راودك أنت ومن حولك؟ كيف كانت بدايات الثورة في محافظة درعا؟ تفضل. لا شك أخي أسامة أن عندما بدأت الثورة في درعا كان هناك دافع حقيقي لدى الناس بأن تستمر بهذه الثورة، من خلال ما رأوه من إنجازات للثورة التونسية والثورة المصرية وفيما بعد الثورة الليبية، وهناك كان أيضا الثورة اليمنية، وهناك أنظمة متشابهة مع النظام السوري وهو النظام الليبي، هناك تشابه إلى حد كبير، ورأوا كيف أن النظام الليبي بدأ يعني ينهار. الناس في البداية لم تكن تعول على يعني على أي شيء سوى على إرادتها الشخصية، لكن كان هناك تعويل على أن يكون للمجتمع الدولي دور. الناس منذ البداية خرجت تطالب ببعض الإصلاحات، خرجت تطالب بإخراج عن معتقلين هم أطفال، وهي قصة معروفة لكل الناس. فبالبداية كانت الثورة يعني انطلقت كما هو معروف من المسجد العمري، وبدأت عبارة عن اعتصامات في ساحة المسجد، وفيما بعد تطورت هذه الثورة وانتقلت إلى الأرياف، أرياف درعا تحديدا، عندما حاول النظام أن يحمى هذه الثورة عن طريق القتل وإرهاب المتظاهرين. إذن بدأت الثورة من محافظة درعا، وبدأ الضخ الإعلامي أو دعنا نقول التعتيم الإعلامي للنظام، بما أنك كنت موظفا في هيئات النظام الإعلامية، كيف كان التعامل مع بدايات الثورة هناك؟ ما هي الأمور التي كانت تمنع؟ ما هي الأمور التي مثلا كانت يجبر الموظفين على الإدلاء بها عبر القنوات الإعلامية؟ أنا أشكرك أخي الدكتور أسامة على هذا السؤال، وهناك نقطة جدا مهمة، لأن هناك التباس لدى كثير من الناس أن النظام السوري أو الإعلام السوري في بدايته شعر بالإرباك،
لكن أنا أود أن أقول أن النظام السوري منذ البداية والإعلام السوري اتبع خطة إعلامية محكمة جدا، ما أربكه هو ربط الناشطين الإعلاميين على الأرض. يعني منذ البداية وإذا راقبنا أداء الإعلام السوري هو دائما اخترع طرف ثالث يقول أن هذا الطرف هو من يقوم بقتل المتظاهرين وبقتل عناصر النظام. هذا الطرف الثالث هو دائما بدأ بالمندسين ومن ثم بإرهابيين ومن ثم سلفيين، واليوم بدأنا نشاهد كيف أنه انتقل إلى تنظيم القاعدة. بما يعني هذا الكلام أن النظام السوري اتبع خطة إعلامية محكمة، ما أربكه فعلا هو الصور التي حاول الناشطون أن ينقلونها من الداخل. هو لم يتوقع أن يخرج هناك ناشطين وأن يقولوا أن هذه الصور التي يبثها الإعلام السوري هي كاذبة. هذا في البداية فعلا أربكه تماما، لكن النظام السوري لم يكن أو الإعلام السوري لم يكن أمامه أي خيار لتغيير أي خطاب إعلامي، بل استمر في هذا الخطاب وحاول أن يجلب المتظاهرين والناس إلى خطابه الإعلامي. نعم أستاذ فؤاد، طيب هل لك أن تقول لي الفرق بين المعلومات التي كانت تصل إلى وكالة سانا للأنباء والمعلومات التي كانت تصل إلى قناة الدنيا مثلا؟ يعني من المعروف بين قوسين أن قناة الدنيا قناة خاصة هكذا يقال، لكن هل كان هناك فرق بين المعلومات التي تصل لوكالة سانا والمعلومات التي تصل لقناة الدنيا، ومن هي الجهات التي كانت تحمل هذه المعلومات؟ هل كانت هناك جهات أمنية أم صحفيين عاديين مثلا؟ بدون شك أخي أسامة أن الإعلام السوري مرتبط بالحالة الأمنية السورية بشكل متلاصق، يعني لا يمكن أن يصدر أي خبر ولا يمكن أن يخرج أي خبر بدون مراجعة أمنية لهذا الخبر، وخصوصا في فترة الأحداث. وإذا نحن تابعنا بالنسبة لأداء وكالة سانا، أداء وكالة سانا كانت منذ البداية كان عندما بدأوا بضخ الضخ الإخباري عن الثورة السورية كان هناك رقابة جدا صارمة، هو إعلام رسمي وهناك صيغة رسمية، غير مسموح الخطأ أبدا في الإعلام الرسمي. بينما بالنسبة للإعلام الخاص كتلفزيون الدنيا تم فتح مناخ أو فتح مجال أوسع تلفزيون الدنيا أو حرية أوسع، حتى إذا أخطأ هذا التلفزيون يقول أنه إعلام خاص وهو إعلام حر. لذلك هناك فرق بسيط بين الإعلام الخاص والإعلام الحكومي. الإعلام الحكومي هو رسمي ويجب ألا يخطئ، بينما الإعلام الخاص قبلوا بخطأه، وحتى إذا ما أحد اعترض هذا الإعلام قالوا أن هناك إعلام خاص في سوريا وهو إعلام خاص وهو له ما يقول، يعني يقول ما يشاء. يعني كانت فكرة لتمويه الإعلام بشكل ما. طيب هل هناك مثلا من أخطأ بخطأ حاد أو ضار على النظام وتم عقابه مثلا؟ طبعا أخي الدكتور أسامة هناك أخطاء كانت يعني لا غير مسموح بالخطأ إطلاقا في الإعلام الرسمي. يعني هل كانت الخطأ كان يودي بصاحبه إما إلى السجن أو أن يطرد من يعني حتى لو كان فعلا خطأ، يعني لم أقصد يعني هل كان يستقصد أو يقصد القيام أو الأداء بالخبر معين مثلا ومن ثم يقال أنه خطأ، أو كانت فعلا هي أخطاء فقط وكان يعاقب عليها الموظفون؟ لا هناك كانت أخطاء ترتكب بشكل لا إرادي، يعني كانوا يعاقبون عليها. هناك كانت عقوبة شديدة لكل من يخطئ حتى قبل الثورة، يعني هناك كانت عقوبة شديدة، أما بعد الثورة كان الخطأ يودي بصاحبه إلى السجن. الخطأ لم يكن أي خطأ، لم يكن أي مقصود، كان هناك دراسة دقيقة لخطاب الإعلام السوري وبدأت الخطاب الرسمي. وإذا لاحظت أخي أسامة أن منذ البداية كيف أن عمل الإعلام الرسمي السوري، طبعا هناك قناة ضخ واحدة فقط للإعلام السوري وهي كانت وكالة سنة فقط لا غير، يعني غير مسموح للصحف الرسمية أن تبادر وأن تخرج، كان الخبر فقط يخرج من وكالة سنة ويوزع على باقي وسائل الإعلام السورية. أي خطأ طبعا غير مسموح، وقد شاهدنا أن أي خطأ كان يودي لصاحبه إما إلى السجن وإما إلى أن يطرد من عمله. لذلك أما في الإعلام الخاص كان هناك المساحة أوسع، الحرية أوسع، لأنه في الإعلام الخاص هم لا يستطيعون أن يسيطروا على هذا الإعلام، أو لا يستطيع، هم مسيطرين فعليا لكن لا يستطيعون أن يقولون أن هذا الإعلام تابع لهم، هناك مساحة أوسع
من الحرية، هناك مساحة رأي لمدير الأخبار يستطيع أن يتصرف وقد يخطئ، لكن عندما يخطئ هو أكيد يتلقى الكثير من التأنيب مدير الأخبار، حتى لو كان مدير الأخبار تلفزيون خاص، هو على التواصل تماما مع الأمن. يعني أخي دكتور أسامة، في أحد مرات كنا في تغطية وكان هناك مراسل تلفزيون الدنيا، وأنا تركت تلفزيون الدنيا في نهاية العام 2010، فالتقيت وأنا أحد المحررين في تلفزيون الدنيا وبدأت أسأله عن طبيعة التغطية الإعلامية، فقال لي هذا الشخص، وكان كان مراسلة تلفزيون الدنيا في درعا، فقال لي أن مدير الأخبار لديه 5 أجهزة اتصالات، هذه الـ5 أجهزة اتصالات هي مع كل الفروع الأمنية الرئيسية في البلد، كانوا يطلبونه. تخيل، هذا تلفزيون الدنيا الذي يفترض أنه إعلام خاص وحر، هكذا هم يقولون عنه. هذه الـ5 أجهزة اتصالات كانت مرتبطة مع كل الفروع الأمنية، بحيث أنهم كانوا يزودونهم في الأخبار وما يجب أن يبثوا هذا التلفزيون مباشرة. وكنا نستغرب أحيانا أن حدث بسيط يحدث في قرية نائية في سوريا، كان تلفزيون الدنيا أول ناشر لهذا الخبر، وطبعا مع التحريف، لم يكن هناك صدقية أبدا في الأخبار. وإذا سمحت أخي الدكتور أسامة، يعني فقط أريد أن أوضح لك التضليل التي يعني كان يمارسها الإعلام الرسمي. نعم. على مستوى وكالة سانة تحديدا، نحن كنا في وكالة سانة، أنا كنت في جسم الوكالة في بداية الأحداث، وبعد يعني حوالي 20 يوما من الأحداث تم نقلي إلى مكتب درعا، والأحداث كانت في درعا، وكنا نقوم بتغطية الأحداث من درعا. فتخيل مثلا، كنا نقول لهم أنه خرجت مظاهرة اليوم في درعا، كان في المظاهرة أكثر من 50,000 متظاهر، وهتفت المظاهرة بإسقاط النظام، وسقط في المظاهرة 10 شهداء، وكنا نعطيهم الأسماء، يعني نوثق الأسماء. نفاجأ بعد ساعتين يصدر الخبر عن الوكالة أن المظاهرة خرجت بعبارة عن العشرات، وهتفت المظاهرة بحياة الرئيس، هذا ولم يستشهد أي شخص. هذا هو التضليل الإعلامي الذي تبعه الإعلام الرسمي. الإعلام الخاص هو بدون شك إعلام بالغ كثيرا في الكذب، لدرجة أحيانا العهر. العهر بالنسبة للإعلام الرسمي كان، لا أقول غير مسموح به، لكن لا يمكن التمادي بهذا العهر. كان هناك لغة رسمية جامدة، كانت لغة قهرية، حتى في الإعلام الرسمي كانت هناك لغة قهرية تحاول أن تقهر الناس وتبين على أنهم عبارة عن حثالة، وعلى عبارة أنهم إرهابيين، أو الصفات التي كانت يطلق عليها الإعلام الرسمي وهي معروفة طبعاً. طبعاً. طيب أستاذ فؤاد، يعني بالنسبة للموظفين العاملين في الحقل الإعلامي في وكالة سانة الذين زملائك يعني في العمل، كيف كانت ردود أفعالهم على هذه الأخبار الكاذبة وعلى هذا التعتيم الإعلامي أو التحريف الإعلامي إذا أحسننا التعبير؟ يعني بالتأكيد ما قبل الثورة اختلف بكثير من الدرجات عن فترة ما بعد الثورة، بسقوط الشهداء، بالغضب الشعبي العارم، لا بد أنه أيضاً طال الصحفيين وهم كثر الذين انشقوا، وليست أنت الوحيد، لكن في تلك الفترة كيف كان الشعور العام لدى الموظفين في الإعلام السوري؟ تفضل. بدون شك، يعني منذ البداية عندما اتضح أن الخطاب الإعلامي السوري كان مضللا، واكتشف الصحفيون الذين يعملون في هذا الإعلام، يعني تخيل أن الانشقاقات في الإعلام بدأت من درعا، وعندما انتقلت الثورة إلى حمص بدأ ينشق الإعلامي، وفي كل مكان كانت تنتقل إليه الثورة كان ينشق. أول جهة كانت تنشق على مستوى الخطاب الإعلامي لا نقول العسكريين، لكن الإعلامي كانوا ينشقوا مباشرة الإعلامي، لأنهم كانوا يدركون وكانوا هم يساهمون في التطبيق. بدون شك أخي أسامة، أنه منذ البداية وعندما صدر أول خبر، أنا لازلت أذكر أول خبر صدرت وكالة سانة، وهو وكما معروف أنه في 18 آذار بدأت الثورة ظهرا، يوم الجمعة ظهرا، أول خبر صدر الساعة 11 ليلا، أنا لازلت أذكر هذا الخبر. صدر الخبر عن وكالة سانة عبارة عن 3 أسطر، قال أن هناك مندسين دخلوا إلى المظاهرة وقاموا بقتل 2، فكان مدير أو أمين التحرير في الوكالة وهو من درعا، فعندما صدر الخبر ذهبت إليه وقلت له هذا الكلام غير صحيح، أنا كنت في درعا وعلى تواصل، يعني كنت فترة الظهر في درعا وشاهدت بأم عيني كيف أن الأمن هو من قام بإطلاق النار، لم يكن هناك مدسون بين المتظاهرين. طبعا لم يكن أحد في البداية يصدق، عندما كنا نحن في جسم الوكالة عندما نقول لهم أن الأمن هو من يقتل
كان هناك حسن نية لدى الصحفيين أن النظام لا يمكن أن يقتل، أن النظام لا يمكن أن يقتل شعبه. لكن عندما انتقلت الثورة إلى مناطق انشقوا. في درعا أريد أن أخبرك أن وكالة أو مكتب سامة في درعا انشق، كل الصحفيين باستثناء شخصين فقط لا غير لا زالوا، من أصل 9 صحفيين انشق 9 صحفيين حتى الآن. وأيضا هناك عدد، طبعا وكالة سامة هي أكثر عدد الصحفيين منشقين، البارحة فقط وفقنا أكثر من 25 صحفية انشقوا من وكالة سامة، وهم طبعا أي صحفي ينشق لا يستطيع أن يعيش داخل البلد، وهم غادروا إلى خارج البلد وحاليا يعملون بإعلان الثورة. لذلك عندما اكتشف هؤلاء الصحفيون هذا التفضيل الإعلامي، هم كانوا من أوائل الناس من بادروا إلى الانشقاق عن جسم هذا الإعلام. طيب أستاذ فؤاد، يعني بعد هذه التجربة طبعا أنت قمت بالانشقاق عن الإعلام السوري وتم اعتقالك، يعني الاعتقال تم قبل قرار الانشقاق أم بعد قرار الانشقاق؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال، ما هي الجهة التي اعتقلتك، وهل لك أن تخبرنا عن هذه التجربة؟ أنا اعتقلت في 18/6/2011، كنت أحاول الانشقاق في ذلك الوقت، وكان معي جهاز اتصالات فضائي، وكنت أتواصل مع المعارضة في الخارج وأتواصل مع القنوات الإعلامية وأقول لهم أنا صحفي في وكالة سامة، وكوني صحفي في وكالة سامة فأنا لدي مصداقية، أقول لهم ما يلفه الإعلام السوري هو كذب، حتى الخبر الذي أنا أكتبه هو خبر كاذب يتم تغييره وتحريفه بالوكالة. طبعا انا اكتشفت فيما بعد انني كنت تحت المراقبه، واعتقلت من الشارع بخديعه، طبعا اتصل بي امين فرع الحزب في درعا وقال لي انا اريد ان رئيس قسم المخابرات الجويه يريد ان يتعرف عليك، ويريد ان يعني عرف انك صحفي جديد في درعا ويريد ان يتعرف عليك. طبعا ذهبت انا له ولم يكن هناك شيء، لكن عندما خرجت بعد أن غادرت مكتبه بحوالي 200 متر تم اعتقالي من الشارع، من جهة طبعا أنا لم أعرفه، وتم نقلي إلى دمشق مباشرة. وطبعا ظروف اعتقال كانت مهينة جدا، يعني التعامل، ووجدت نفسي وجها إلى وجه أمام اللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية محققا معه. شخصيا اللواء جميل حسن، أخبرنا إذا عن هذه التجربة، لابد أنها كانت مثيرة. طبعا بدون شك كانت تجربة مثيرة، وواجهني بالاتهام أنني أريد الانشقاق، وقلت له فعلا أنا أريد الانشقاق، وقال لي أنه نحن كنا نراقبك عبر الهاتف، اتصلت مع الجهة الفلانية واتصلت مع الجهة الفلانية، قال لي أنهم يراقبون أجهزة هواتف الثورية، وحدد مكاني بالضبط من أين كنت أتصل. ثم فيما بعد يعني بدأ يروي لي وجهة نظره على الأحداث. لكن أخي الدكتور أسامة، أريد أن أخبرك آخر لقطة قالها لي قبل الإفراج عني. طبعا الإفراج عني في نفس اليوم دخل بعض الجهات منهم وزير الإعلام، حيث كانت الأحداث في درعا فقط، وكانوا لا يريدون أن يكون هناك ضجيج إعلامي يعني حول اعتقال صحفي وأن يصدر أي خبر، وكانوا يعتقدون أن درعا الحدث في درعا في ذلك الوقت أن انتهى يعني أو انتهت الثورة، ولا يريدون أن يكون هناك أي شوشرة. لكن قال لي جملة يعني شهيرة جميل حسن، قال لي نحن ندرك أن هناك مظاهرات سلمية وهناك مطالب محقة، لكن نحن استلمنا السلطة منذ 40 عام ولا يمكن أن نستغني عن هذه السلطة ولا يمكن أن نترك هذه السلطة. وطلب مني أن أخبر جماعتي أن هذا النظام لم يسقط ولم يسمح بسقوطهم كأجهزة أمن، حتى لو وصلت الدماء للركب، قالها بالحرف الواحد. ثم قال لي حتى لو اضطررنا لقتل نصف الشعب السوري، أرجو أن تخبر جماعتك أن هذه هي خطتنا لمواجهة هذه المظاهرات السلمية. نعم، وها هم ينفذون هذه الخطة بحذافيرها. طيب أستاذ فؤاد، يعني هل تعرضت للتعذيب خلال هذه الفترة البسيطة، مثلا يوم في سجون النظام؟ لا، أنا يعني كنت محظوظ بعض الشيء كما أخبرتك أخي أسامة، أنا يعني كنت في بداية الأحداث، وكان هناك محاولة أو اعتقاد من قبل النظام أنه استطاع أن ينهي هذه الثورة في تلك الفترة. كانت الثورة لا تزال يعني قمتها في درعا، وكان فيما بعد اقتحموا درعا وبالفعل استطاعوا أن يسيطروا على الأرض.
لكن عندما انتقلت الثورة إلى مناطق أخرى يعني فقد السيطرة على درعا. لذلك في البداية اعتقدوا أن الثورة انتهت، وعندما أنا قلت كانت الأمور على أساس أن الأمور كل شيء كان منتهي وهذه هي درعا هدأت ولا يوجد أي مشكلة، فهم أرادوا من إطلاق سراحي إيصال رسالة. أولا الرسالة التي قالها لي يعني جميل حسن أن أخبرها للناس، وأنا كصحفي عندما أقول للناس قال لي جميل حسن كذا فهناك نوعا ما مصداقية، وهم اعتقدوا أن الناس سوف تخاف وسوف تعود إلى بيوتها ولم تخرج مرة أخرى. وقلت لك السبب الآخر أنهم لا يريدون أن يكون هناك خبر على القنوات التلفزيونية، أنه رغم أنهم كانوا يقولون أن انتهت أن هناك اعتقال صحفي في الإعلام الرسمي. لذلك عندما يقول أن هناك كان أشخاص كانوا مستعدين يعني عندما اعتقلت أن يخرجوا ويتحدثوا عن تجربتي وعن مشاهداتي على الأرض لتصرفات الهمجية لعناصر الأمن التي شاهدتها بأمهم. نعم أستاذ فؤاد، ثم طبعا بعد هذه التجربة قررت أن تخرج من سوريا طبعا خوفا على عيالك خوفا على أطفالك، فذهبت إلى الأردن. هل لك أن تخبرنا عن هذه التجربة الأليمة والمريرة على ما أعتقد، لأن أغلب اللاجئين في الأردن يشعرون بهذا ويمرون بهذه المأساة اليومية؟ يعني كيف رأيت مأساة اللاجئين في سوريا قبل أن تذهب إلى باريس؟ بالتأكيد أخي أسامة، نحن بالبداية لم يكن لدينا يعني أي فكرة عن اللاجئين. أنا كنت من أوائل الأشخاص يعني من أوائل الأشخاص الذين وصلوا إلى الأردن، كانت تجربة طبعا مفاجئة بالنسبة لي. لم يكن لدي أي فكرة، يعني كنت أخرج إلى مكان شبه مجهول. وأريد أن أخبرك أخي أسامة أن اللجوء إلى أي دولة كانت يعني ليس فقط الأردن، لكن اللجوء إلى أي دولة هو تجربة صعبة يعني بدون شك. الانتقال من مكان إلى آخر هو تجربة صعبة. في الأردن أنا في البدايات عندما خرجت لم تكن الأعداد كبيرة، كانت الأمور مخذولة، لكن فيما بعد أنا عاصرت عندما بدأ اللجوء يعني وتم بناء مخيم الزاتر، وكيف أن الأعداد الكبيرة سببت ضغطا كبيرا وانعكس بالنهاية على التعامل مع اللاجئين، أدى إلى أحيانا إلى التخلي. كان هناك تعامل ناعم فعلا مع اللاجئين في البداية من قبل السلطات الأردنية، لكن ما ضخامة قدوم اللاجئين إلى الأردن بدأ هذا التعامل يتغير، وبدأت هناك يعني بدأ الأردن يعلن عن صعوبات اقتصادية في مواجهة استيعاب اللاجئين السوريين. وبكل شك بدون شك أنتم تتابعون اليوم وضع اللاجئين في الأردن، هو يعتبر من أسوأ الأوضاع اللاجئين في الدول المجاورة. نعم، طيب أنتم كهيئة صحفيين انشقيتوا عن إعلام النظام، هل حاولتم مثلا تأسيس شيء ما، هيئة ما لمساعدة بعضكم البعض على الأقل؟ بدون شك نحن أسسنا رابطة الصحفيين السوريين، هي لمجموعة من الصحفيين المنشقين وحتى المغتربين الموجودين في أكثر من دولة في العالم، يعني عمرها الآن أكثر من عام. إضافة إلى أنه خلال وجودي في الأردن أنا حاولت وعدد من الصحفيين أن نقوم بدور إعلامي، كما تعلم أن هناك كانوا ناشطين على الأرض يقومون ببحث وبتصوير وبث صور عشوائية عبر اليوتيوب وعبر شبكات سكايب. حاولنا قدر الإمكان أنا ومجموعة من الصحفيين أن ننظم هذا البث العشوائي وأن نوظفه في مادة خبرية ونزود بها وكالات الأنباء العالمية والقنوات التلفزيونية، كنا نوزعها فعليا ونترجمها للغة الإنجليزية والفرنسية، كنا نوزعها على أكثر من 200 وسيلة إعلام حول العالم. ممتاز جدا. طيب أستاذ فؤاد، يعني بالرغم من كل هذه الجهود التي تمت يعني خلال سنتين، نجد أن هناك عديد من القنوات الإعلامية الخاصة بالمعارضة السورية، من قنوات تلفزيون إلى صحف إلى إذاعات إلى وسائل الإنترنت الحديثة طبعا والتي يعرفها الجميع، ومع هذا نجد أن لا تتفق المعارضة في خطاب إعلامي، لا تستطيع توحيد هذا الخطاب الإعلامي، تعتمد بدرجة كبيرة على قنوات الخليج ومنها الجزيرة والعربية التي زيفت الوعي العام في سوريا حقيقة. يعني ما أسباب هذا الإخفاق أولا، وما أسباب نجاح النظام بالرغم من أن كل الشعب السوري بدون استثناء يعلم مدى زيف وكذب قنوات النظام الإعلامية؟ تفضل.
كلامك صحيح أخي أسامة، فعلا بالرغم من هناك قنوات إعلامية للمعارضة، يمكن أصبح عددها أكثر من 3 أو 4 قنوات إضافة إلى عدد كبير من المحطات الإذاعية والصحف ومواقع الإنترنت وصفحات الفيسبوك، لكن هذا الإعلام أنا أوافقك رأيي أنه لم يستطع أن يؤسس خطاب إعلامي ثابت وموحد. السبب برأيي يعود بالدرجة الأولى إلى الفوضى الإعلامية التي هي موجودة في الداخل الناشطين الإعلاميين. طبعا أنا أسميها فوضى لأننا شاهدنا بالفترات الأخيرة كيف أن هذا أصبح سلاح ضد المعارضة. هذا الإعلام كنا نحن كصحفيين نطالب، يعني وأنا كنت خلال الأردن، أنه يجب تنظيم هذا الإعلام لأنه إذا لم ننظمه سوف ينعكس سلبا علينا. وأعتقد أنك البارحة وأنت البارحة قرأت منشطات الصحف الغربية كيف كان الخبر الأول، ثائر سوري يقتل قلب أو يأكل قلب جندي سوري. هذه هي نتيجة الفوضى التي موجودة في الداخل. إذا خرجنا إلى وسائل الإعلام التي تمتلكها المعارضة والتي هي في الخارج طبعا، هي تشبه المعارضة تحديدا، يعني هناك عندنا معارضات وعندنا وسائل إعلام. للأسف وسائل الإعلام هذه إلى اليوم لم تستطع أن تنظم خطاب إعلامي، والسبب بسيط أنها لو أنها توحدت في خطاب واحد لكانت أنجزت شيء. أيضا هناك مشكلة يعني كبيرة بهذه القناة أنها يعني لا تمتلك الإمكانيات المادية، يعني أنا كنت على تواصل مع أحد هذه القنوات أو مع أكثر من قناة، هناك مشكلة مادية. والإعلام بالدرجة الأولى أي إعلام ذاهب الإعلام التلفزيوني هو إعلام يعني يعتمد على التقنية وعلى الماديات. البارحة كان يتحدث معي صديق موجود في أحد هذه القنوات التلفزيونية، كان يخبرني أنه يعني كنت أسأله ما هي أوضاع القناة التلفزيونية، كان يخبرني يعني عدد لي أكثر من 6 أجهزة رئيسية وضرورية بالقناة لعمل أي قناة هي غير موجودة عندهم. يعني آخر ما قلت له أنكم يعني وكأنكم غرفة سكاي هذا التلفزيون. هذا الضعف وهذا التشتت فعلا أدى إلى تشتت الإعلام الخطاب الإعلامي. أيضا هناك مشكلة كبيرة بالصحفيين المنشقين الذين غادروا. أنا أقول لك أخي أسامة أنه لم يتم الاستفادة منهم بشكل الأمثل، يعني أو الاستفادة من خبرتهم وتجاربهم بهذا الإعلام. تم الاستعانة بالبعض لكن الكثير منهم هم خارج هذا الجسم الإعلامي، لذلك الخطاب الإعلامي الذي نشاهده لا يحمل، هو خطاب إعلامي خطابي بالدرجة الأولى، لا يحمل هموم الداخل، لا يعكس المعاناة الحقيقية، هو خطاب يعني أحد حلين، أما خطاب توثيقي يوثق جرائم النظام ونحن بعد 2 عام لم نعد نحتاج إلى توثيق، أو خطاب تحريضي، يعني تحريضي لدرجة أحيانا أنك يعني كما تسخر من الإعلام الرسمي أحيانا قد تسخر من الإعلام المعارضة كونه تحريض في أدنى درجاته. للأسف صحيح هذا الكلام. طيب بما أننا دخلنا في مسألة المعارضة، أنت كصحفي وبالتأكيد لك رؤية هامة لما يحدث على صعيد المعارضة والمؤتمرات التي أقيمت وتقام في كل شهر وفي كل أسبوع، يعني ما هو تقييمك الآن لأداء المعارضة السورية بكل أطيافها بعد 2 وأكثر على مرور الثورة السورية؟ تفضل. يعني يؤسفنا أن نقول أن المعارضة فعلا هي معارضة محترمة، هذه الحقيقة. كنا بالفترات السابقة نرفض الاعتراف بها، لكن اليوم للأمانة والحقيقة التاريخية نحن مسؤولين أمام التاريخ وأمام الشعب الثائر لنعترف لنقول أن المعارضة محترمة. كلما لاحظنا بالفترات السابقة وحاليا ردود افعال المعارضه وكيف انها متمزقه وكيف انها لا تستطيع ان تلتقي على وجهه نظر واحده، والسبب اخي الدكتور اسامه ان هناك على ما يبدو اتضح فيما بعد ان هناك اجندات خاصه عند البعض من المعارضين يخططون بعيدا عن الهم الوطني، يبحثون عن مكاسب شخصيه أو عن مكاسب. لا شك اليوم يكون على مؤتمر جنيف 2، وكما تعرف مؤتمر جنيف 2 هو استجابة
دعوة الحوبة معارضة التي اجتمعت في جنيف في نهاية شهر واحد عام حاد التي طالبت واستجابة لهذا العدم. نأمل يعني نتمنى أن يكون يعني أن يصل هذا المؤتمر إلى نتيجة فعلية مرضية، لكن أنا يعني أستطيع أن أقول أننا يعني غير متفائلين بنتائج هذا المؤتمر. إذا شاهدت أو راقبت أو تابعت وقرأت ردود أفعال النظام حول هذا المؤتمر يبدو أن النظام غير جاد بإيجاد أي حل للأزمة، هو خلص يعني وضع نصف عيني أنه يريد أن يتابع للأخير حتى لو فعلا اضطر أو خطر نصف الشعب السوري. أستاذ فؤاد، الحقيقة مؤتمر جنيف 2 هناك مشاكل كثيرة تواجهه، يعني حقيقة سمعنا مؤخرا تصريح لمسؤول روسي يقول أن هناك اختلافات جدية حول من سوف يشارك بهذا المؤتمر، وهناك نقاط حمر بدأت تظهر حتى من أمريكا ومن دول عربية بأن الأسد لا يجب أن يكون في المرحلة الانتقالية. يعني المشكلة فعلا كبيرة حول مؤتمر جنيف، بالإضافة إلى أن المعارضة يعني حقيقة كيف يمكن أن تمثل المعارضة السورية في مؤتمر مصيري للشعب السوري بدون أن تتفق على وفد مفاوض؟ برأيك إن لم تتفق المعارضة على هذا الوفد للذهاب إلى جنيف حتى لو قبل النظام، كيف ستكون النتائج؟ طبعا أنا لا يعني غير متفائل حقيقة بهذا المؤتمر، لأنه كما ذكرت أن الدول الكبرى حاليا المشكلة هي مشكلة دولية، مشكلة سورية، الأزمة السورية تحولت إلى مشكلة دولية. على ما يبدو حتى التصريحات التي رشحت بالفترات الأخيرة والتي يعني لم تكن عبر تصريحات رسمية، كانت تصريحات هي لصبر الرأي العام، لصبر أداء المعارضة، وحتى لصبر أداء النظام. أما هناك شيء حقيقي يعني رشح عن المؤتمر أو عن ما تنوي أو ما اتفقت عليه روسيا وأمريكا، لا يوجد هناك شيء حقيقي، لكن نسمع تصريحات تارة من أمريكا وتارة من روسيا، تارة يقول لنا روسيا أن وافقت على أن لا يكون الأسد في المرحلة الانتقالية، وتارة يقولون لنا أن الأسد باقي وهو سوف يكون بإدارة المرحلة الانتقالية. طبعا هذا تمزق، وهو القصد منه يعني الإمعان في تمزيق المعارضة. أنا برأيي بغض النظر عن هذا الطرف، أنا برأيي المعارضة اليوم أمام استحقاق تاريخي. ما لم تكن المعارضة ممثلة بوفد واحد، نحن كل ما نخشى أن يكون حتى المعارضة خلال هذا المؤتمر يوفق من كل وفد لوحده. طبعا هذا سوف يؤدي الى يعني الى المزيد من السخرية من المعارضة فيما لو خرجت بعدة وفود. صحيح، بالضروري ان تكون المعارضة، ان يكون اتفاق على المفاوضين، وان يكون كما مؤتمر جنيف للمعارضة الذي عقدت هناك، ان يكون هناك فعلا البند الاول، وان لا يكون هناك تنازل عن البند الاول هو رحيل الاسد، واي تسويه لا بد ان تكون الا برحيل الاسد. يجب ان يصروا على هذه النقطه على الاقل حتى يكونوا منسجمين مع تطلعات هذا الشعب الفائر الذي يوميا يدفع العديد التضحيات الكبيره في سبيل حريه الجميع. للأسف ما يصلنا من أخبار يقول أن المعارضة لا تستطيع الاتفاق حتى على الحدود الدنيا بخصوص هذا المؤتمر إلى هذا التاريخ. يعني نأمل في المستقبل أن تكون هناك معجزة لتوحيد رؤية واحدة لدى المعارضة لمواجهة هذا المؤتمر. سؤالي الأخير لك أستاذ فؤاد، والحقيقة لم يتبقى الكثير من الوقت، هناك تحركات عسكرية إلى جانب هذه التحركات الدبلوماسية، يعني دعية إلى مؤتمر جنيف 2 ويخشى أن تكون دعوة فقط لكسب الوقت، هناك تحركات عسكرية في الخليج العربي لا سابق لها، كذلك روسيا اليوم طبعا الكل قرأ الأخبار ويعلم أن هناك قطع عسكرية روسية ضخمة عبرت إلى المتوسط، وهي خطوة لم تقم بها روسيا منذ عقود طويلة. برأيك هذا دعنا نسميه تصعيدا عسكريا، لا أعرف كيف أسميه حقيقة، قبل مؤتمر جنيف، ما هي دلالاته برأيك؟ وطبعا تبقى لدينا قليل من الوقت أستاذ فؤاد، تفضل. باختصار شديد أخي أسامة، الكل يشعر أنه إذا كان قوي على الأرض، قوي عسكريا على الأرض، فهو قوي بالمفاوضات. هذا باختصار شديد. أنا لا يعني لا أتوقع من روسيا أن تقوم أو أنها يعني
تدافع عن النظام وإنما هي تدافع عن مصالحها. وأي تحريك هو تحريك دبلوماسي، أما على أرض الواقع أنا لا أتصور أن روسيا، هناك إحساس أن المنطقة كلها في خطر والكل يتحرك استعدادا، لكن بكل تأكيد لن يكون هناك مبادرات لفتح الصراع، لأنه كان هناك فرص كثيرة لفتح هذا الصراع وتم إغلاقه. العالم كله حريص على أن يطبق الصراع داخل هذه المنطقة وأن يدمر هذه المنطقة. فلذلك أنا بالنسبة لي لا أتوقع، أما النظام هو من يحاول أن يحقق مكاسب عسكرية من أجل أن يكون قوي في المفاوضات، وبنفس الوقت المعارضة تحاول أن تكون بالذات التي تتبنى الجيش الحر، تحاول أن تحقق مكاسب على الأرض من أجل أن تكون قويا بالمفاوضات. فقط هذه هي كل الأنداب التي تجري الآن. نعم أستاذ فؤاد، نتأمل أن ما قلته يكون هو الصحيح وأن لا تنجرف المنطقة إلى مرحلة صراع حربي طويل وخطير. في نهاية هذا اللقاء نشكر لك هذا الحضور أستاذ فؤاد عبد العزيز، على أمل لقاء بك مستقبلا ثانية. شكرا أخي دكتور أسامة، شكرا لك والسادة مشاهدي قناة ترون هايتش. شكرا لك ثانية أستاذ فؤاد. وإلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم صدى المواطنة، على أمل اللقاء بكم يوم الخميس القادم. تصبحون على وطن، تصبحون على أمل.